بدي اغمر العالم زي ما كنت احب كل اخذها معي. قبل ما سافرنا بي طلب من امي برمتنا على الارز، عندنا صورة بالارز. رحت البوسطة وبعدها الحل قدام عبي قلبه لان ما فيني جيت، بس اليوم تم حلمي. مين بيقدر هالارض والتراث وجبران خليل جبران والارز وشمال لبنان، هالمنطقة الرائعة يلي خلقوا فيها البير وسهيلة؟ مين اهم من بنت هالارض الاعلامية الزميلة ريما رحمة ترفقنا بهالجولة بالشمال؟ انا كل عمري بعمل الاعلامي احلى لحظة بحياتي لما بحكي عن لبنان، فكيف مع لبنان الحنين، هالناس اللي بيتركوا أرضهم وجذورهم وبيروحوا عمر على أستراليا. أنتوا مثال لهالناس اللي بعد في بقلبها هالقد مطرح واسع وهالقد في حنية لكل حبة تراب بتعني لكم، وهالشي لمسناه بدمعتكم وبحكياتكم. أهلا وسهلا فيكم. بديكم بس تنظروا لعيون سيزان والبير اللي عندهم دموع الفرح، هذه ما دموع زعل، دموع فرح على ذكريات رجعت لراسهم، انبسطوا كتير بلبنان بعد هالسبعين سنة، هالجليد اللي كان موجود انكسر وفتحوا صفحة جديدة على أمل إن ندر. جروحات وعتب طهرت بالوادي المقدس. حب أعرف قديش عمره هالوادي هون. بتعرفي يا سهيلة، رح جاوبك بكلمة قالها شعرنا هون، شاعر ابن بشري أنطوان مالك طوق، بيقول إنه هيدا الوادي بلا عمر، في عمار ما بتنقاس، حطي دينتك على الصخر يا بتسمعي صوات الدهر يا بتسمعي القداس. هون ما في غير الصلاة، ما في رقم. ومن وادي النوبين كفينا المشوار عمار شربل ببقاع كفرة. البير بس قلت لك شو شعورك نحن وجايين على بقاع كفرة تناخد البركة من القديس شربل، قلت لي هاي حرقة بقلبي، في قصة بهالحرقة، شو هي؟ بقلبي لأنه كان فق بيتنا ببلاوزة بوسطة متلين وجايين على عمار شربل من زمان، أي سنة 53 53 54 هيك الشيء هيدي. جا كل الركاب طلع بالبوسطة، وجيت أنا دعست على أول درجة طالع بالبوسطة، طالع بالبوسطة. الله يرحمه ستي زهية لقطتني ورجت نزلتني قلت لي هذا شيء غولة. روحت البوسطة وبعدها الحل قدام عبي قلبه لأن ما فيني جيت، بس اليوم تم حلمي. كتر خير يرحم موتك يا ستي ويرحمي. كثير انبسطت إنه في ناس بعد هالفترة الطويلة تقدر ترجع على بلدها تقول بدي ارجع ادوق الاكل اللبناني، ارجع اجي على الارز وعلى غابة الارز. ومن اوتيل مزيارة المطل على قرى الشمال لسامر ريزورت وجودة الضيافة لاوتيل لوسيدروس بالارز. اهلا وسهلا فيكم بالارز وباوتيل لوسيدروس وبمحبة كبيرة حبيت استقبلكم. والمفاجأة الكبيرة إنه هاللبنانية اللي إلهم 20 سنة 50 سنة حتى 100 سنة عنده شو هالعطف شو هالاندفاع لمحبتهم لبنان، حسيتهم إنه اللبنانية أكثر من اللبنانية الموجودين هون. وبهالمناسبة أنا حبيت أقدم للبنانيتنا ومقتربينا نبيد صنع لوسيدروس نبيدنا. إخراج أيد عائلي ألبير سيبا، سهيلة الظاهر، جولييت سيبا، مارسيل سيبا، إينات سيبا،
تانيا لويس سيبا، هاو أهلك وهوني جزورك وهيدا إخراج عيد عائلة. البير سيبا استلم أول إخراج عيد عائلة لبناني من 70 سنة. من 70 سنة شو قال بيك لأمك؟ في وصية، في أمنية، شو هي لح؟ قبل ما سفرنا بي طلب من أمي برمتنا على الأرز، عنا صورة بالأرز. بس وصلنا على الأرز وشفت التلج، سهيلة قلت لي أنا بحياتي مش شايف التلج. في أستراليا ما في تلج؟ في تلج بس بعيد بشي 3 ساعات 4 ساعات. منك شايف التلج بحياتك؟ لا بس بالصور هي بتي في هيك. وبالحقيقة أنا لقيته بإيدي، من هيك بدي أحب تقلقت بإيدي بشوف. يلا هلا شو شعورك أنت وبالأرز؟ شعوري بالسماء طايرة. ما بعرف إذا أصعب ولا أجمل لحظة إنه عم بودعكم بنهاية الحلقة من بعد شهر بلبنان، وحبينا إنه ننهي الحلقة من الأرز، أرز الرب، الأرزة يلي مطبوعة على علم لبنان بقلوبنا كمان بقلوبنا الأم تي في ولجنة غابة الأرز حبوا يهدوكم هدية بسيطة وإلها معنى كتير كبير. بدي من ألبير يفتح المغلف لأنه اسمكم لازم يضل خالد بين أرزات لبنان. جربت هيدي أرزة، رح نزرع أرزة باسم ألبير وسوزن بلجنة غابة الأرز، اوكي، وأرزي باسم جودي سيبا كمان. أول أمريكا، ومنشكر الـ MTV، منشكر الجميع، ومنشكرك أنت كمان على فيكم، والله تمام معكم، وكبر حظكم، والأرزي حظكم. نحن بهيدي الغابة الألقاب كلها بتسقط، ما في ألقاب، الاسم الشخص بس، قدام عظمة الأرز كل الألقاب تنحني. فيكن ساعة يلي بدكن تطلعوا تزوروا أرزاتكن، تهتموا فيهن، تشوفوا صحتهن. وأنا بدعي كل فرد، كل شخص بيحب لبنان، بيحب أرزته، يجي ويتبنى أرزه. هيدي الاي دي كمان بتحتفظوا فيها، اسمكن رح يكون على الأرزة كمان لجودي كمان. اللي قلبك خلي اللي قلب الله يتم معك. الله يكرمك اللي يا رب. سمير كنت بدي اغمر العرس، ما كنت احكي لحد كل اخذ معي.